السلام عليكم. دخل هذا الملك العربي ثمامة بن وثال إلى ذلك البستان ووجد فيه ماء فانغمس فيه واغتسل، ثم عاد أدراجه إلى المسجد ليقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام ويعلن هذا البيان أمام كل الصحابة قائلا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذا الملك العربي كان ذكيا، ما أراد أن يعلن إسلامه وهو في القيد أو تحت الأسر، أراد أن يعلن إسلامه وهو حر طليق. وأذكى منه وأفطن هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، عندما أمر بهذا الملك أن يربط في المسجد حتى يرى بعينيه الإسلام ويرى الدين ويسمع الذكر ويسمع القرآن ويرى المعاملة ويرى التسامح فيعرف الدين على حقيقته. واسمعوا إلى تكملة البيان الصادق، قال: والله يا محمد ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك اليوم أحب الدين كله إلي. والله يا محمد ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك اليوم أحب البلاد كلها إلي. والله يا محمد ما كان من وجه أبغض إلي من وجهك، فأصبح وجهك اليوم أحب الوجوه كلها إلي. يا الله، أنا حقيقة لا أدري هل أتعجب من بغض ثمامة الذي انقلب في ساعة واحدة إلى حب وكرامة، أم أتعجب من حلم النبي عليه الصلاة والسلام وعفوه عمن أراد اغتياله وقتله. خرج ثمامة من المدينة قاصدا مكة ملبيا، لكن هذه المرة تلبية التوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فلما سمعه شيوخ الشرك غضبوا وقالوا: والله لقد اجترأت علينا يا ثمامة، لو ما بيننا وبينك لقتلناك، أصبوت يا ثمامة؟ قال: لا، ولكني أسلمت مع رسول الله. وهذا ثمامة ما كان شخص عادي، هذا كان ملك، وهو الذي كان يزود أهل مكة بالحنطة، ولذلك هددهم قال: والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تهديد بالمقاطعة الاقتصادية. وهذا الملك ثمامة بن أثال، هذا السيد العربي، ما كان بائع كلام ولا مكثر أوهام، رجع اليمامة ونفذ التهديد وقال لقومه: لا يحمل أحد إلى مكة شيئا، لقد ذهلت قريش مما يحدث. ثمامة هذا بالأمس كان يريد قتل محمد، واليوم يرفض أن يبرم صفقة اقتصادية مع قريش حتى يأذر فيها محمد. ماذا يجري؟ ماذا يجري؟ الذي يجري يا ساتة قريش أنه سيظهر دين محمد صلى الله عليه وسلم. يا جماعة، شوفوا كيف مجريات الأحداث تجري، وكيف أن الله تعالى بحكمته وقدرته يدبر الأمور كلها. وإذا أراد الله تعالى نصرك جعل عدوك في الصف الأول يدافع عنك وعن قضيتك. يا الله، لا، وشوف اللي صار. قريش كتبت كتابا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في ذلة، قالوا: يا محمد إنك تأمر بصلة الرحم. أحين تقول لنا الكلام؟ يا محمد إنك تأمر بصلة الرحم وقد قطعت أرحامنا، قتلت أباءنا بالسيف وأبناءنا بالجوع. فلما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكتاب أرسل كتابا إلى ثمامة أن يأذن لهم بحمل الحنطة إلى مكة، فامتثل ثمامة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. يا سبحان الله، كم في قصة هذا الملك العربي من عبرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يستمع القول فيتبع.